المرأة المصرية أثرها واضحة للجميع في مزارعنا ومصانعنا وشركاتنا ومشروعاتنا، وكمان ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، شريكة للرجل اللي هو في الأصل أعظم استثمارتها وهديتها للحياة. أن إنفاق المصريين على مستحضرات التجميل أعلى من إنفاقهم على الأدوية؟ دي حقيقة. أنا بقى شايف أن القطاع بتاعك لوحده يقدر يصدر باتنين وتلاتة مليار دولار لوحده. في من شروط عقد التصنيع أن ما حدش ما طلعش الفورمولا دي لحد تاني. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان سيدات من مصر، اللي بيقدم لحضراتكم نماذج تفرح للسيدات في مصر. بطله حكايتنا النهارده هي السيده نورهان ابو شعره، هي واحده من اهم منتجي مستحضرات التجميل وايضا منتجات العنايه الشخصيه. عندها مصنع عظيم جدا في مدينه برج العرب في محافظه اسكندريه، طبعا في المنطقه الصناعية. المصنع اسمه Secrets of Nature، يعني أسرار الطبيعة. كل خاماتها هي الأجود والأفضل على الإطلاق. كمان بتختار الزيوت شديدة النقاء سواء من السوق المحلي أو العالمي، دائما منتجاتها بتكون مفاجأة للسوق المحلي. النهاردة نورهان أبو شعرة عندها 300 منتج من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، وعندها في المصنع حوالي 32 علامة تجارية بتصنع في قلب مصنعها. إذن هي بتقدم جودة تستحق العالمية. خليكم معنا. السيدة نورهان مصطفى أبو شعرة هي العضو المنتدب لمصنع Secret of Nature لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، وده فاميلي بيزنس، واللي أسسته هي والدتها السيدة منى جابر قلق من حوالي 10 سنين في مصنع صغير بمنطقة محرم بيك في اسكندرية، ودايماً بيصنعوا منتجاتهم بمعايير عالمية، يعني أفضل خامات وزيوت طبيعية وأعلى جودة وبسعر منافس. النهاردة الفاميلي بيزنس ده كبر، والمصنع الصغير في منطقة محرم بيك بقى مصنع محترم جداً في المنطقة الصناعية ببرج العرب على مساحة 2000 متر. وبقت نورهان بتصنع هي والدتها حوالي 300 منتج أو أكتر للعناية بالجسم والشعر، وبتصنع للغير حوالي 30 علامة تجارية مختلفة في السوق المحلي. وبجد هي والدتها أشطر من بعض. وبالمناسبة نورهان أبو شعرة ووالدتها السيدة منى جابر قلق بنوا لغاية النهاردة دور واحد بس في المصنع بشكل أكتر من رائع. أما رخصة المصنع فهي 3 أدوار، يعني عندهم فرصة عظيمة لزيادة طاقة الإنتاج اللي وصلت النهاردة لحوالي 100 مليون عبوة من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية. أما المفاجأة اللي كانت في انتظارنا فهي أن السيدة نورهان أبو شعرة في الأصل مهندسة إلكتروميكانيك، ولكن خدت كورسات في تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، واكتسبت خبرات التصنيع كمان بالممارسة لأنها اشتغلت في كل مراحل التصنيع، بداية من وزن الخامات وانتهاءا بالتغليف والتعبئة.
المهندسة نورهان أبو شعرة العضو المنتدب لمصنع Secrets of Nature، قابلناها على باب مصنعها اللي بجد كان يستحق الزيارة ومنتجاته تستاهل التصدير والأقوى أسواق العالم. ركزوا معها. مهندسة نورهان أبو شعرة، أولاً شكراً جداً على الزيارة النهاردة. بشكر حضرتك. وعايز أقولك أن أنت في صناعة كبيرة جداً، هي صناعة مستحضرات تجميل، وموجودة دلوقتي معانا في سيدات من مصر. معنى كده أن احنا بنقولك شكراً وبنكرمك على مجهودك أنك نزلتي منتج هايل جداً للسوق المحلي، وكمان الحمد لله هنروح تصدير. يعني هنروح تصدير بإذن الله. صح ولا لا؟ بإذن الله، ده أكيد. الصناعة دي توقعت يبقى عندنا مصنع بالحجم ده في أقل من 10 سنين؟ أكيد طبعاً، في الأول ده كان حلم، بس احنا كلنا نقدر مع بعض. مصر بتستهلك حوالي 40 مليار جنيه سنوياً في قطاع مستحضرات التجميل. رقم مهول. رقم مهول بالرقم بقى. 40 مليار جنيه. عايز أقول يعني حاجة غريبة جداً. وأنا جاي لك عمال أذاكر القطاع ده وأشوف القطاع ده ممكن ننمو بيه إزاي وننهض بيه إزاي، اتفاجئت بالرقم ده. إحنا سوق محلي ضخم جداً. إحنا سوق محلي فيه بوتنشل كبير جداً، وإحنا الحمد لله طبعاً بناخد ماركت شير في الرقم ده. لكن بالرغم من إحنا من إن إحنا رقمنا كبير، على فكرة الأدوية مثلاً برغم من ضخامتها بتبقى حوالي حاجة و30 34 مليار، يعني أقل من مستحضرات التجميل. يعني إنفاق المصريين على مستحضرات التجميل أعلى من إنفاقهم على الأدوية؟ دي حقيقة. طيب صادراتنا لغاية النهاردة من الأدوية ومستحضرات التجميل لا تتجاوز مليار دولار. أنا بقى شايف إن القطاع بتاعك لوحده يقدر يصدر باتنين وتلاتة مليار دولار لوحده. أنا كمان شايفة إن في بوتنشل كبير قوي في القطاع بتاعنا إن هو يقدر إن هو يصدر، وخصوصا النمو بتاعه سنويا بيتجاوز 15%. 15%. يعني القطاع ده يقدر يبقى قطاع الفرص الواعدة للتصدير بإذن الله. صح ولا لا؟ بإذن الله. أنت محتاجة إيه عشان تقدري تشاركي بقوة في الصادرات المصرية بالقطاع بتاعك؟ قطاع عظيم. محتاجة توفير خامات. خامات ادي واحد عشان تعرفي تصنعي، ده طبعا محتاجه مطلوب. دعم للصادرات طبعا مطلوب، ومحتاجه ان انا اشارك في معارض بنسبه كبيره عشان اقدر اكون المعارض المدعمه. انت النهارده بتشاركي على حسابك صح كده؟ اكيد مدعمه. النهارده انا بشارك على حسابي. عشان تشاركي في معرض عادي عادي جدا في تركيا ولا باريس، انت ممكن تدفعي لك 10-15 ألف يورو. مظبوط. صح ولا لا؟ ايوه دي حقيقه. فانت محتاجه مسانده عشان تقدري تدخلي، مسانده ان انا ادخل المعارض دي وابين المنتج المصري وان احنا قادرين ان احنا نطلع منتج مصري 100%. لكن جودتنا نقدر ننافس، سعرنا نقدر ننافس، صح كده؟ كل ده احنا منتجاتنا نقدر ننافس بيها، عددها متفوقين جدا فيه. متفوقين الحمد لله. يلا نبدا لقاءاتنا. فضل ربنا وفضل طبعا. نتعرف عليك ونشوف المصنع. يلا بينا. يلا. تعالوا بقى نتعرف على المهندسة نورهان أبو شعرة العضو المنتدب لمصنع Secrets of Nature، وحكايتها إيه في تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية. وبالمناسبة عندهم مركز بحث وتطوير في المصنع، وبيستعينوا فيه بأهم خبراء تصنيع مستحضرات التجميل زي الدكتور أحمد الفحام استشاري التركيبات الخاصة بمستحضرات التجميل، والدكتور الكيميائي يسري حسن، والطبيب الصيدلي أحمد عبد الهادي استشاري المصنع. نورهان أبو شعرة مهندسة إلكتروميكانيكس تحولت من الهندسة إلى هندسة أخرى، وهي صناعة مستحضرات تجميل ومنتجات العناية الشخصية. مصنع محترم جدا في برج العرب، عندنا أكثر من 300 منتج، وبنراهن كمان على التصدير. يعني ممكن تساعدينا أن هذه المنتجات تتصدر لكل أسواق العالم؟ أكيد إن شاء الله. التجارة كبيرة رائجة، طالما في جودة وفي سعر منافس، وده اللي بنشتغل عليها. نبدأ من البداية، من هي نورهان؟ إزاي دخلت هذه الصناعة؟ وصلت إزاي ل 300 منتج؟ ما شاء الله عليك بجد، فرحنا لما شفناكي. نورهان أبو شعرة co-founder و-R&D manager ل-Secrets of Nature. أنا خريجة كلية هندسة جامعة اسكندرية قسم إلكتروميكانيكس. انتهت مكان وكهرباء. أيوة. يعني ما فيش مكان تدخل هنا إلا المحرك اللي تشوفيها، صح بالزبط. ولا لا؟ صح. متجوزة وأم لطفلين، زين وفريدة. زين وفريدة، صح كده؟ فريدة الكبيرة، فريدة الكبيرة، وزين الصغير. أنا عارف أكتر منك.
ايوه. زوجي مهندس خالد عرفة، هو مهندس كهرباء. بمتلك شركة Secrets of Nature، هي It's a family business. الموضوع في الأول كان بداية، كانت فكرة بسيطة. بدأ امتى الفاميلي بيزنس ده؟ من حوالي 10 سنين. ابتدينا الأول الموضوع كان فكرة بسيطة بمنتجات بسيطة ومكن ومعدات بسيطة، بس كان عندنا هدف. الهدف ده هو ان احنا نطلع منتج مصري 100% from scratch، ويبقى دايما احنا لينا الأبر هاند عليه في التصنيع. اشمعنى مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية؟ اشمعنى المجال ده تحديدا؟ والدتي كانت هي نقطة الانطلاق، وكانت هي نقطة البداية. درست المجال ده؟ طبعا جدا. واحنا كملنا مع بعض ومكملين لغاية دلوقتي مع بعض. يعني خامات وتدريب على تصنيعها ومنتجات بنعملها وعبوات عشان المنتج كله from A to Z. وبفضل طبعا خبرة الدكاترة الاستشاريين اللي معانا وفريق العمل الممتاز، هو فعلا فوق الممتاز، قدرنا ان احنا نطلع منتجات products بكواليتي عالية جدا بتنافس السوق المستورد. دخلنا السوق ازاي؟ انا معايا منتج صنعته خلاص وواثقة جدا من جودته، ولكن في سوق صعب جدا، المنافسة فيه شرسة. دخلت ازاي؟ ابتدينا الاول كانت رخصتنا بتصنيع منتجات لدى الغير، وبعدين اتطورنا وبقى عندنا مصنع خاص بينا باسمنا، ودلوقتي نقلنا Secrets of Nature في البرج. كان الأول مصنع في اسكندرية صح كده؟ الاثنين في اسكندرية. مصنع في اسكندرية في محرم بيه. طب ليه كان القرار لازم ناخد مصنع في برج العرب؟ ما انا كنت في اسكندرية جنب بيتي. صح ولا لا؟ مظبوط. اتوسعنا في الماركت وبقى عندنا منتجات كتير جدا في الأسواق، ويبقى عندنا ماركت عدد المنتجات يزيد. ممتاز. فابتدينا نعوز مساحة أكبر، ومناطق تصنيع أكتر بخطوط إنتاج أكتر. المصنع ده إيجار ولا تمليك؟ لا، المصنع ده إحنا بنملكه، إحنا اللي بنيين هنا، وكل سنتي فيه أو كل سنتي فيه إحنا حاطين فيه خط إنتاج على حسب بقى. يعني عارفين كل خط إنتاج هيتركب فين وهينتج إيه بالظبط. صح كده؟ بفضل بقى فريق العمل قدرنا فعلا إن إحنا ننزل منتجات في السوق المصري بكواليتي عالية جدا بتنافس المنتجات الأوروبية. من هنا بقى ابتدت تجيلنا شركات حابة ان هي تتعاون معنا، وبالفعل تعاوننا مع شركات تصنع منتجات عندنا. وبالفعل ان احنا قدرنا ان احنا نتعاون مع شركات ليها اسم كبير جدا في السوق المصري دلوقتي. كبرتوا مع بعض؟ وكبرنا مع بعض في وقت قياسي. ومن اهم الانفسترز اللي معانا هما اتنين غنيين عن التعريف، محمد ومحمود العطار، هما كوفاوندر لشركة حاج عرفة. طبعا حضرتك بتعرضي منتجاتك عندهم ولا في منتجات باسمهم بتنزل في محلاتهم؟ النهارده معديين 40 فرع ما شاء الله. كل منتجات حاج عرفة تصنيع Secrets of Nature، كلها الخاصة بالعناية الشخصية، كل ما هو خاص بالعناية بالشعر والجسم تصنيع Secrets of Nature. طب بتصنعي لمين تاني برضه؟ عندي أكتر من علامة تجارية مختلفة لبراندز مختلفة، كلها بتنافس بعض في الماركت، ومحدش يعرف حاجة عن حد. يعني كل واحد بيبقى ليه زي فايل بتاعه خاص بيه، بيبقى محفوظ بمنتهى السرية والأمانة، إن محدش يقدر إن هو يطلع على الفورمولاز والبرودكتس بتاعت التاني، وكلهم بيكمبيتوا بعض ومفيش مشكلة. يعني إن احنا بتمضي مع كل حد عقد سرية معلومات؟ في من شروط عقد التصنيع إن محدش ما طلعش الفورمولا دي لحد تاني. طب حضرتك النهارده معاكي حوالي 7-8 بيصنعوا هنا صح كده؟ 7-8 علامات تجارية. أكتر من 7-8 علامات تجارية، أكتر حوالي 30 علامة تجارية بيصنعوا. 30 مصنع هنا في المصنع. 30 مصنع. طب أنت فين بقى؟ عندنا أكتر من براند وأكتر من علامة تجارية موجودين في الماركت، ومن أهمهم جايا بيوتي. عرفت كمان عندكم خطوط جديدة هتتركب خلال شهر، مش كده برضو؟ الهدف إيه من التوسعات دي؟ زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع. لأن إحنا دايماً بنعوز طاقة إنتاجية لنفس المنتجات ولا في منتجات جديدة ممكن تدخلوها؟ لا، للمنتجات اللي موجودة وكمان لمنتجات جديدة. إحنا دايماً بنتميز في الماركت إن إحنا المنتجات عندنا بتبقى معمولة بتكنيك وبتكنولوجي مختلفة عن اللي موجودة في الماركت، ويبقى فيها ابتكار، ما تبقاش منتجات عادية محطوطة للعناية بالبشرة أو الشعر. قطاع مستحضرات التجميل بقى فيه جزء كبير جدا منه بيهتم بيه الولاد والرجال. قطاع مستحضرات التجميل بقى فيه جزء كبير جدا منه بيهتم بيه الولاد والرجال.
بالمناسبة المهندسة نورهان أبو شعرة العضو المنتدب لمصنع سيكريتس أوف نيتشر، أسرتها صغيرة ومكونة من زوجها خالد عرفة ومهندس بحري في شركة عالمية، وربنا رزقهم بفريدة 11 سنة بجد زي القمر، وزين 6 سنين. أما والدتها السيدة منى جابر قلق فهي مثالها الأعلى، لأن طموحها زيها تماماً ملوش حدود، وخصوصاً في التصنيع، واستفادت بشدة من خبرات زوجها السيد أيمن سعد زوريكا مدير المصنع. هو مصري أمريكي وهاجر للولايات المتحدة الأمريكية من 40 سنة. أما الدراع اليمين لنورهان أبو شعرة فهي أختها فيروز، لأنها درست الإعلام والتسويق في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وملهاش حل في ابتكار حملات التسويق للمنتجات اللي بيصنعوها. النهاردة منتجاتك انت الشخصية بتسوقيها فين؟ أو اتحركت على السوق إزاي؟ هل معارض؟ هل نزول مباشر للسلاسل التجارية؟ إزاي سوقتي منتجاتك؟ مفيش معرض ما بندخلش فيه. برافو. عندنا بلاتفورمز قوية جداً على السوشيال ميديا، بننزل في الأسواق والمعارض عشان الناس تجرب فعلاً المنتجات دي، وجزء كبير جداً كمان من العارضين ومن الشركات القوية اللي موجودة معانا بتاخد المارك، بتاخد البراند دي وتعرضها عندهم، زي عارفة مثلاً ما واخد من عندكم المنتجات وحاططها. تمام. يعني منتجات وجنب منتجات حضراتكم. بالظبط. يعني عارفة وجاية مثلاً جاية بيوتي. أيوة صح كده؟ مظبوط. فدي قنوات كبيرة جداً لتسويق المنتجات. تمام. طيب إيه الشروط إن أنا أجي أصنع منتج عندك؟ الشروط إن أي مصنع لازم يكون عنده سجل تجاري وبطاقة ضريبية. حاجة تانية بقى إن طبعاً إحنا بيكون لنا الأبر هاند في الكواليتي وفي التصنيع، فبنبقى ملتزمين إن إحنا نجيب أعلى كواليتي للرو ماتيريالز أو الخامات في التصنيع، ودي حاجة إحنا يعني دايماً مبنى يعني البخامة أقل من اللي عند حضرتك. إحنا ما بنتنازلش أبداً في الموضوع ده إن حد يجيب لنا خامة نصنع بيها غير الستاندرد أو غير المطابقة للمعايير الأوروبية. جت علينا فترات كان كل مصانع مستحضرات تجميل بتواجه نقص خامات، وإنتي جودتك عالية جداً وبالتالي أسعارك بتحاول لقد ما تقدري تبقى عادلة عشان تقدري تبيع في السوق وتنفسي. مصبوط. طيب مع نقص الخامات ارتفعت الأسعار، عملت إيه عشان تحافظ على سعرك؟ الخامات كانت فعلاً غالية جداً. صحيح. وما كناش لاقيينها، ودي كانت مشكلة في الماركت كله. إحنا بقى عملنا إيه؟ عملنا مجلس عائلة، أنت عارف إن إحنا فاميلي بيزنس. طبعاً. وقررنا إن إحنا في الأزمة دي نقلل هامش ربحنا جداً عشان نقدر إن إحنا نطلع نفس الكواليتي اللي بنطلعها للمنتج ونستمر في المنافسة. وطبعاً نستمر في المنافسة. خليني أنقل مع حضرتك على جانب أكيد أنت بتحبيه جداً وبتحبي كمان تتكلمي عنه، زوج حضرتك والأولاد فريدة وزين، ربنا يحفظهم جميعاً. ولكن أنت تقريباً طول الوقت مع مامتك في المصنع، طول الوقت مشغولة بابتكار منتجات جديدة، موجودة في منطقة البحث والتطوير عشان تشوفوا المنتج ده اللي موجود اللي بنبيعه من 10 سنين إزاي نطوره، صح ولا لا؟ أكيد. بتلاقي وقت منين بقى للقبطان وللأولاد؟ أكيد المعادلة أكيد دايماً صعبة، لكن أكيد. دايماً الشخص الناجح بيبقى دايماً وراه أسرة ناجحة، بيبقى وراه عيلة دايماً بتعمله سبورتينج قوي جداً. والدتي وجوزي من أهم الشخصيات اللي في حياتي اللي دايماً بتساعدني وبتعملي سبورتينج قوي جداً، وده اللي مساعدني إن أنا أدخل الفيلد ده ومساعدني كمان على الاستمرار فيه. بيشارك في افكارك بتاعه المنتجات الجديده جداً. بتوري له، بيشم الروائع. طبعا احنا كمان مش بس حاجات يعني المستحضرات العنايه بالمراه، احنا كمان مستحضرات العنايه بالمراه والرجل. طبعاً. فطبعا خلي بالك انت عامله لاين العنايه بالرجل ده، وده شيء مهم جدا وبقى عليه طلب كبير جدا، وفي الاماكن اللي بتبيع مستحضرات التجميل ومنتجات العنايه الشخصيه بتلاقي الرجاله النهارده اكتر من الستات. فعلا قطاع مستحضرات التجميل ما بقاش بس واقف على السيدات او المراه، لا بالعكس، فعلا قطاع مستحضرات التجميل بقى فيه جزء كبير جدا منه بيهتم بيه الولاد والرجاله. وعيادات التجميل بقى وعيادات التجميل بقت اكتر من 50% منها دلوقتي رجاله. فده خلانا النهارده نعمل لاين قوي جدا للرجال، مش كده برضو؟ منتجات العنايه الشخصيه للرجال. طب المنتجات دي نقدر ننافس بيها بره؟ صدقني فعلا عندنا تميز عالي جدا في الخامات، السعر بنبذل اقصى مجهود وبنقلل هامش الربح جدا عشان نقدر ان احنا نطلع كواليتي عاليه جدا تنافس وتبقى كمان في متناول الجميع، وقبلها في مجهود في البحث والتطوير عشان نقدر نطلع المنتج من الاساس. دلوقتي الناجح قوي في العالم منتجات الاطفال،
كريمات للأطفال، كريمات للجلد، للشعر. عمرنا ما نسينا الأطفال في منتجاتنا، ونازل لاين قريب جدا كامل بكل ما يتعلق بالشعر والبشرة للأطفال، ودي حاجة إكسكلوسيف لحضرتك، نازل خلال شهر، لاين قوي جدا. حضرتك إزاي قدرت تصلي إلى هذه المرحلة من الثقة في الصناعة؟ أنت كمهندسة دخلتي خدت كورسات اتدربتي ولا كلها خبرة مصنع؟ بصراحة أخدت كورسز مع دكاترة استشاريين متخصصين في مجال مستحضرات التجميل. ده متخصصين في العلوم؟ في مجال الكوزماتكس كمان. تمام. كان من أهمهم دكتور يسري حسن، بمساعدة كمان فريق البحث والتطوير والدكاترة اللي معانا، لأن معانا تيم ورك هايل دايماً بيساعدنا إن إحنا نطور. فكانت خبرتي بتيجي من الدكاترة، من التيم ورك اللي معانا، والكورسز اللي باخدها بره. هم اللي ساعدوكم في 300 منتج موجودين النهارده. طبعا خلينا نفرج الناس عليهم. يلا بينا. يلا بينا. لاين الفحم بقى من الحاجات اللطيفه جدا للحد بيعاني من البلاك اند وايت هيدز. مفيش تقريبا شهر بيعدي على مصنع سيكريتس اوف نيتشر الا والسيده نورهان ابو شعره بتكون قدمت فيه منتج واتنين منتجات جديده بتضاف الى قائمه منتجات مستحضرات التجميل المصريه، وايضا منتجات العنايه الشخصيه. كل هذه المنتجات كنا بنستوردها من الخارج بملايين الدولارات، النهارده هذا النزيف توقف تماما وبقى من حق الصناعة الوطنية، طالما بتقدم منتج وطني عالي الجودة وبسعر منافس. كمان لازم نذكر شيء مهم جدا، السيدة نورهان أبو شعرة بتصنع لحوالي 32 علامة تجارية مستحضرات تجميل ومنتجات للعناية الشخصية، وطبعا كل هذه المنتجات أضافت ليها كتير جدا، أضافت لخبرتها، خلتها تجيب معدات جديدة، خلتها تفكر إزاي تطور منتجاتها الشخصية. هي عندها ثلاث علامات تجارية، جايا بيوتي وروتت وبوتانيك، وكلها تتميز بمنتجات عالية الجودة. خلونا نكمل. دلوقتي هتشرح لحضراتكم المهندسة نورهان أبو شعرة العضو المنتدب لمصنع سيكريتس أوف نيتشر منتجات شركتها وخامات تصنيعها وإيه سر تفوقها. وبالمناسبة هم بيمتلكوا ثلاث علامات تجارية، هي جايا بيوتي وروتد وبوتانيك، ده بخلاف 30 علامة تجارية بيصنعوا منتجاتها للغير، وأشهرها دكتور سكين ولوتوس كين كير والحاجة عرفة والرجال وإلاف وغيرها. ركزوا معها. المهندسة نورهان أبو شعرة، دي كل منتجاتك، بجد مملكة كبيرة جدا، بس أعتقد أن أنت معدية 300 منتج. يعني كلمة 300 منتج دي أنت بكده بتداري عشان الحسد، لكن أنت معدية 300 منتج. الحمد لله. إحنا فعلا عندنا برودكتس كتير. دي منتجات بتاعتك صح؟ أيوة. ومنتجات بتصنع للغير ما شاء الله. جايا بيوتي ده البراند، وي اون البراند ده براند من المصنع. علاماتك التجارية الشخصية؟ علامات التجارية اللي المصنع بيملكها روتد وبوتانيك وجايا بيوتي. جايا بيوتي اوريدي نزل الماركت، روتد وبوتانيك لسه ما نزلوش. عاجبني جدا التعبئة بتاعتك، انت كل منتج بتعبيه عامله له فكرة، اللي حاطه له ورد بجد، يعني شايفين ورد مجفف، ده فعلا ورد مجفف صح. جايا بيوتي كمان قايم على فكره ماده جديده اسمها اسكوالين، دي بتاع ترطيب صح كده؟ ترطيب. هي بس دي موجوده في مصر ولا بنستوردها؟ احنا فعلا بنستوردها الماده دي، وهي من المواد النادره جدا ومش معلهاش، واللي بتغلي المنتجات جدا، بتغلي المنتجات. بس كمان معلهاش كونسيرنز، ودي حاجه مهمه قوي في اي منتج احنا بنعمله، لازم اي ماده بنستخدمها ما يكونش عليها اي كونسيرنز عالميه. جايا هنا عندنا 5 لاينز. اول لاين هو بالفحم بالشاركول كده اسود، يعني عشان كده اسود. كمان احنا عاملين تكنيك جديد قوي في البادي واش، ان هو يبقى شايل البارتيكلز او الجرانيولز بتاعت السكربنج فيه، فدي فكره مش منتشره.
زي كده. هنا مثلا في نوى مشمش وقهوة وقرفة في البودي واش. فبدل ما الواحد بيستخدم مثلا 2 برودكتس او 3 برودكتس عشان يعمل سكراب وبعدين يستخدم البودي واش عشان يغسل جسمه، لا ده بيبقى كأنه 2 في 1. مثلا لاين الفحم، لاين الفحم بقى من الحاجات اللطيفة جدا للحد بيعاني من البلاك اند وايت هيدز. ودي مثلا صابونة الفحم. اللي اعرفه ان الصابونة دي بتاخد وقت كبير في التصنيع. الصابون ده بيتصبن فعلا على البارد وبياخد من شهر لشهر ونص عشان كده؟ يتم عملية التصبين ويبقى صالح للاستخدام. هو التخمير زي التخمير كده. حاجة فعلا زي كده. ودي فحم، فحم. دي فحم. صح كده؟ فحم بيور. تاني دي بقى صابونة الجلسترين. العبقرية بتاعتك. ودي السنت بتاعتها بالباشن فروت ومعاها كمان المخمرية. المخمرية دي زي المخمرية ده؟ هي دي it's a solid perfume. هي velvet solid perfume، بتدي velvet touch على السكن. ده حلو قوي. ده شوية فاكهة دي مع حاجة بقى سمر وشجري جدا يعني. وأيوة سمر وصيف. الصابون ده ايه؟ دي بقى صابونة الجوجوبا والكركم. ده صابون للأكني للحبوب. للحبوب في الوش. ودي صابونة اللبن والعسل. عسل يا احمد، دي تشيل اي حبوب في الوش؟ دي تشيل الحبوب، بتقلل جدا الحبوب. استخدامكم النهارده بقى زيت الجوبا جامد جدا. احنا دايما بنستخدم الزيوت الطبيعيه بنسبه عاليه جدا في اغلب المستحضرات التجميل، وبنحرص جدا ان احنا نجيب الزيوت الطبيعيه دي من مصادر مصريه، وبننتقي فعلا المزارع اللي احنا بننقي منها. ايه اللي في الكراتين ده؟ دي بقى ده صابون بالماتشا. الماتشا حلوة جدا للجلد لانها معروفة بان هي هايلي انتي اوكسيدنت. يا جماعة عايز اقول حاجة بس، دي شهادة الجي ام بي اللي تقدر تدخلي بيها الاتحاد الاوروبي، صح كده؟ مظبوط. ده صابون الماتشا. ومعمول بقى كمان باشكال. صاحب الفكرة الحلوة انتي تدخلي منها حبل وتعمل معاها كارت ظريف بيقول احنا تعبنا قد ايه في صناعتها، صح؟ كلنا بصراحه. برافو عليك. طيب ده كلها صابون، اشمعنى ده في كرتون يعني؟ different packaging. يعني دي مثلا صابونه فيها ليفه. ده الحاجه عارفه ده مش عارفه. حلو. ده ليب بالم برده بالماتشا. ده مرطب بالشفايف بس بالماتشا، وده ما فيش منه في الماركت خالص، ما فيش ليب بالم بالماتشا. ايه الماتشا بقى؟ الماتشا دي هي زي الشاي الاخضر. زي الشاي الاخضر بس. هي غنيه بمضادات الاكسده اللي بتنقي الجسم وبتساعده ان هو دايما، يعني هي ينفع انها تتشرب، وفي نفس الوقت بنصنع منها مستحضرات تجميل. الحاج عرفه صديقنا العزيز بيعمل ايه عندك؟ الحاج عرفه بقى عندنا لاين كبير قوي، ده جزء أوبا. صغير جدا منه نازل بزيت كمان. ده بيستعد تانينج اويل بقى، بيستعد للصيف بالظبط. ده تانينج اويل باس بي اف ممتاز للتان. كمان عندنا الشامبو سلفيت وبارابين فري وبزيوت طبيعيه زي الروز ماري والكوكونت. خلينا نقول حاجه بس نفهم الناس حاجه. يا جماعه شايفين العلامه دي مهمه جدا. العلامه دي باختصار معناها ان ده صح كده منتج سلفيت وبارابين فري، من السلفيت ومن البارابين اللي هي منتجات خطر جدا على شعرنا. المنتجات دي ايه بقى الحاجات الحلوه دي؟ ده بقى هاني كومب. ده في لاين جايا بيوتي. ده هاني كومب، ده مجموعه اللبن والعسل. اجرب. طبعا. ده بيعمل ايه يعني؟ ده بادي لوشن بالاسكوالين اهو. لا حاجه ماشي. بس لسه جديده. ايوه ايه خرجت ايه؟ نقفلها تاني عشان نعرف نبيعها ولا نعمل ايه؟ لا خلاص. ايه ده؟ ايه النعومه دي؟ صح كده؟ مظبوط. وده زيه بالظبط؟ دي كلها بادي لوشنز بس بديفرنت سنس، يعني بروايح مختلفه. دي مثلا لبن وعسل، واحنا بقى عاملين لها السنت بالكوكونت للي بيحب الكوكونت. دي مثلا ريحه فلاوري شويه. البني دي ريحه عود. ايه ده؟ لازم تشاركي في المعارض العالميه. لازم ان شاء الله باذن لازم. الله باذن الله. ايه تاني عندك عايز تقول؟ ايه الاحمر ده؟ ايه حبه بركه دي؟ دي بقى حبه بركه. وده التكنيك المستخدم دلوقتي في صناعه البادي واش، ان هو يبقى فيه حبيبات او جزيئات من المواد المصنعه عشان يعمل سكرابنج للجسم من غير ما نستخدم كذا مرحله في التصنيع. وتستفيدي برده من فوائد حبه البركه طبعا.
حلو. مش مهندس، عايز اعرف منك حاجه، ايه الفرق ما بين جايا وروتد وبوتانيك؟ صح كده، بوتانيك الثلاثه بتوعك علامه تجاريه بتوعك انت شخصيا، مظبوط. ايه الفرق بينهم؟ جايا بيوتي دي هي مستحضرات للعناية بالجسم. أيوة. روتد مخصوص للشعر، يعني هو في زيوت انبات، في سيرم، في ليف ان كونديشنر بالضبط، في شامبو مخصص معالج للشعر المتقصف او التعبان. يعني دي مجموعة كاملة، دي مجموعة كاملة للشعر بس. دي كده بتكلمي في مجموعة علاجية، خلي بالك مجموعة علاجية، هي فعلا مجموعة علاجية اكتر من ما هي تبقى مجموعة عادية، عشان نقدر نقول دي بتعمل انبات ودي بتعمل تغذية للشعر، الكلام ده مهم جدا. عندنا R&D تيم هايل، هو اللي بيساعدنا ان احنا نطلع البرودكتس دي. البوتانيك، البوتانيك بقى هو ده لاين جديد، في بيلينج جل، دي برودكتس مش موجوده في جايا، في بيلينج جل، في بودي لوشن، وفي اودو تواليت، دي برودكتس مختلفه عن جايا، ده بانجريدينتس مختلفه. ده الدلع بقى، الحاجات يعني بانجريدينتس مختلفه بتركيبات تغير. منتجات الاطفال هتطلع امتى؟ شهر ان شاء الله، ويبقى عندنا منتجات اطفال. شكرا ليكي بجد، بشكر حضرتك، سعداء جدا بالزياره دي. شكرا، انا اسعد، بشكر حضرتك. باختصار، هم بينتجوا الشامبو الخالي من السلفيت والبرافين والبلسم وحمام الكريم والبلسم المغذي للشعر وزيوت انبات الشعر والسيرم ومعطرات الشعر وصابون الجليسرين والفحم وشجرة الشاي والطمي الأبيض واللبن والعسل والشيا والجوجوبا والأرجان وجنين القمح والمخمريات بأنواعها رجالي وحريمي، وبيستعدوا كمان لخط كامل لمنتجات الأطفال تحت اسم العلامة التجارية ليتل بانيز. برافو بجد. يا عمرها ما خذلتني، عمري ما اعتمدت عليها وخيبت رجائي فيها. السيدة منى جابر قلق والدة المهندسة نورهان هتكلمنا دلوقتي عن بنتها وإدارتها للمصنع وإزاي نجحوا في تصنيع الكم ده من المستحضرات وبأعلى جودة. في البداية الموضوع كان فكرة، حبيت مجال مستحضرات التجميل، كانت رخصتي الأول تصنيع لدى الغير، كنا بنصنع في مصانع مستحضرات تجميل. بعد كده عملنا المصنع بتاعنا، كان مصنع إيجار بسيط. وبعدين نورهان كتفتني، نورهان طول عمرها شاطرة ومجتهدة، طول عمرها عمرها ما خذلتني، عمري ما اعتمدت عليها وخيبت رجائي فيها. دراستها في كلية الهندسة أضافت كتير للمجال. بعد كده ابتدينا نشارك ناس، عملنا كوليبريشن معاهم وبنينا مصنعنا ببرج العرب. نورهان أضافت كتير للشراكة دي، وبنينا المصنع بما يضيف للمجال، عملناه بالطريقة اللي تناسب احتياجاتنا، بنطمح ان احنا ناخد ماركت شير اعلى. سوق مستحضرات التجميل في مصر كبير مش قليل، يمكن ان شاء الله ناخد فيه ماركت شير اقوى، نصدر اكتر، نوصل لعالمية ان شاء الله. المهندسة نورهان أبو شعرة نجحت في تقديم منتجات متميزة للسوق المحلي من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، وكل منتج بتضيف ليه لمسة مختلفة بتتفرد بيها وبتصعب من مهمة تقليده. حتى المعطرات والروائح اللي بتضيفها للزيوت مش بتبقى مباشرة، لأنها خلطة سرية خاصة بيها وبمنتجاتها، شاطرة بجد. وقريب جداً هتبقى منتجاتها المتخصصة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية من أهم المنتجات في الوطن العربي. تخيلوا حضراتكم 40 مليار جنيه حجم إنفاق المصريين على مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، وده طبعاً إنفاق
ضخم جداً ويتطلب المزيد من المصانع الوطنية اللي تقدم منتجات عالية الجودة وقادرة على منافسة المنتج المستورد. طبيعي جداً كل ما هنصنع منتج عالي الجودة هيبقى بديل لأي منتج مستورد في السوق المحلي، ووقتها نقدر نقول بكل قوة ممنوع دخول حضرتك بهذا المنتج إلى السوق المحلي، لأن ليه بديل مماثل بل هو أفضل من هذا المنتج المستورد. من فضلك نوفر دولاراتنا. نشوفكم بكرة.